هنيجي بقى كابتن ميدو، ليه فيديو شهير كده كان بيصور فيه تصويبه طلعت للقمر. اعتقد الخبر ده قلش بنفس التصويبه، هنقف عنده بس طبعا بنهنيه على منصبه الجديد ونتمنى ما ياثرش على رايه اعلاميا، وهنا هنرصد لا احنا وما ياثرش كمان على دوره كعضو مجلس اداره نادي اخر بس في الدرجه الثانيه حاليا. دي قصه خاصه بيه، ولكن اعلاميا فيما يخص تناول النادي الاهلي هنرصد بقى ده، وعندنا قد يكون بعض الاشياء اللي كانت بتقال ما كناش بنبقى فاهمينها، دلوقتي اصبح عندنا شواهدها، بس برضو نرجع ونشوف الخبر ده اللي في وقتها كان غريب بالنسبه لنا ونشوف الايام ردت عليه ازاي، نشوف كابتن ميدو بيقول ايه عن كابتن وليد سليمان، نروح نشوف الفيديو. عايز اقول لكم ان وليد سليمان عنده مشكله كبيره جدا. وليد سليمان شايف ان هو سليم وان هو يقدر ان هو يخش القائمه، النادي الاهلي عرض على وليد سليمان ان هو يسافر معاهم الدوحه وان هو يبقى خارج القائمه. زي ما انتم عارفين طبعا ان امام البنك الاهلي وليد سليمان جاله هامسترنج، جاله شد في العضله الخلفيه. ولكن النهارده الدكتور اللي عمل الاشاعه لوليد سليمان بعت له رساله بالتطور الاخير لحاله الاصابه لاصابته، وقال له ان انت جاهز ان انت تنزل الملعب من النهارده. لازم تهتم بس بالاسترتشات بشكل اكبر، حاجات معينه قالها له، لكن قال له ان انت جاهز ان انت تنزل الملعب. فوليد سليمان شايف ان هو يقدر ان هو يخش قائمه كاس العالم، وشايف ان هو بالنسبه له يعني ليه يسافر ويبقى بره القايمه وهو ممكن يخش القايمه. مشكله كبيره جوه دماغ وليد سليمان. وليد سليمان وبقول لكم الكلام ده يعني كلام 100% حقيقه، وليد سليمان معترض بشكل كبير جدا ان هو يبقى بره قائمه كاس العالم للانديه، لان شايف ان هو لعيب كبير وعنده خبرات كبيره ويقدر يفيد الفريق وان هو سليم، ليه يبقى بره القايمه؟ الراجل تواصل مع الدكتور بتاعه اللي عمل له الاشعه بتاعته، الاشعه المقطعيه بتاعته، قال له انت سليم وانت جاهز ان انت تنزل الملعب. انا طول عمري اسمع مصطلح انت بتفتي في الطب، اهو ده اول مره اشوف ترجمه حقيقيه ليه، انت بتفتي في الطب. ده كان الدعم للنادي الاهلي قبل السفر لكاس العالم للانديه. بنتكلم عن معلومات ان اللاعب اتقال له انت جاهز وتقدر تشارك، واللاعب زعلان ان هو مش محطوط في القايمه. طيب كابتن وليد سليمان من يوم الفيديو ده ومن قبل كاس العالم للانديه لحد دلوقتي ما رجعش الملعب. المعلومات المية مية جماعة، لما أقول معلومة مية مية حتى لو من قلالي من مصدر أيا كان إيه هو، أنت هتقول أنا كان عندي مصدر. لما أقول معلومة مية مية يبقى المعلومة دي أنا متأكد منها إن هي قابلة للتطبيق. الكلام ده ما حصلش، إذن المعلومة ما كانتش مية مية، والمعلومة طبيا ما كانتش صح، وإثارة الموضوع قبل كاس العالم للأندية والأجواء اللي النادي الأهلي كرم وليد سليمان فيها، وعلى فكرة وهو يستحق لأن هو من أعمدة الفريق ومن كباتن الفريق ومن الناس اللي لها دور مؤثر جدا، حتى لو ما كانش جوه الملعب كان واضح جدا خارج الملعب، وشفنا في فترة إصابة وليد سليمان بكورونا والتصوير للاعبين من الملعب ليه. إذن كانت المعلومات دي هل هي فادت حد إعلاميا؟ لا، بس كانت تقدر تضر النادي الأهلي وتقدر تعمل مشكلة، خصوصا أنه كلام ما طلعش 100% طلع كلام مرسل. بص خلينا نكون متفق ان الكابتن ميدو من حقه يقول اي تصريح، تمام، ولكن زي ما انت بتقول المهم ان التصريح ده يكون 100%. بس في بعض الاخطاء وقع فيها الكابتن احمد حسام ميدو لما بيتكلم عن طبيب كابتن وليد سليمان الخاص اكد له ان هو قادر يلعب. الحقيقه الموضوع مش طبيب كابتن وليد سليمان الخاص، لان هو في النادي الاهلي ففي جهاز طبي في النادي الاهلي، والجهاز الطبي في النادي الاهلي كان مسافر اليابان، وكابتن وليد كان بيحاول ان هو يقعد في مصر عشان يكون الاثنين دكاتره اللي مسافرين اليابان يكون رعايتهم الكامله للاعبين او للقائمه بتاعه النادي الاهلي، وكان عارف ان حاجه صعبه جدا ان هو يدخل قائمه المباريات كاس العالم، مش بس الاصابه لا كمان عشان هو كان القائمه اتبعتت وهو مصاب، فكان ال 23 لاعبين جاهزين ومش هيدخل غير في حالات حرجه جدا. فاعتقد الكابتن احمد حسام ميدو، انا مش هقول لك كن حريص ان انت ما تطلعش الاخبار دي عن النادي الاهلي كحرصك على انك ما تطلعش اخبار عن نادي الزمالك، لدرجه ان انت امبارح
قلت انا عندي معلومات حصلت من 3 أو 4 أيام، لكن بما ان قناه الزمالك رسميه اعلنتها فانا هعلنها. طبعا ده مش اول موقف، وموقف قبل كده حصل مع لاعب قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، وقال لك لاعب مهم وبارز جدا في النادي الاهلي عنده كورونا. فواضح جدا ان الكابتن ميدو ما بيستناش على اي خبر يخص النادي الاهلي، وبيستنى اخبار زي دي يا اسامه. ممكن انت مش هتقدر تفهم هتضيف ايه، ان هو كسبق قدر ما هي هتعمل مشكله وفي الاخر بتطلع غلط. وضحنا الامور، والكابتن وليد سليمان ما زال امامه من 10 ل 12 يوم، وبيتلقى لسه العلاج الطبيعي ان شاء الله يرجع بالسلامه. ابو سليم مفتقدينه جدا، وده كان تصريح حبينا نعقب عليه الكابتن ميدو.